السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمت في الحلقة اللي فاتت عن شيخ الإسلام ابن تيمية. في الحلقة دي أنا بكمل كلام عليه، بس ياريت بقى قبل ما نبدأ حلقتنا تشترك في قناتي على اليوتيوب، وتشترك في صفحتي على الفيسبوك، وتفعل زرار الجرس في قناتي على اليوتيوب، ده عشان يجيلك إشعار بحلقاتي الجديدة أول بأول. النفس البشرية دايما بتغير من الشخص اللي أحسن منها والشخص اللي متفوق عليها. شيخ الإسلام ابن تيمية اتعرض للنوع ده من الغيرة، وده لأن مكانته كانت عالية عند الولاة وعند الرعية، وده اللي خلى أحدهم يعمل وشاية على الشيخ عند ولاة مصر، وتمت الوشاية من أصحاب النفوس الضعيفة، وما لقوش حاجة عند الشيخ يتكلموا عليها غير على عقيدته اللي هي أصلا أنقى حاجة في منهجه، فتم طلبه من الولاة لمصر واتجه ليها في سنة 705 هجرية، ده بعد ما عقدوا ليه مجالس يناقشوا فيها في دمشق، ما كانش عند خصومه فيها أي حجة. بعد وصول الشيخ لمصر بيوم واحد عملوا محاكمة ليه. في الأول الشيخ ربنا يرحمه كان بيظن إن هي مجرد مناظرة، فامتنع عن الإجابة لما عرف إن الخصم والحكم واحد، ودخل السجن واستمر وجوده في السجن لسنة 707 هجرية. بعدها وفد من الشام طلب ان هو يخرج من السجن، فخرج من السجن. لما الشيخ خرج من السجن فضل انه يتواجد في مصر، رغم ان الوفد كانوا عايزين ياخدوه معاهم لدمشق. وفي اخر السنة اللي الشيخ خرج فيها تعالت اصوات الصوفية ان يتم اسكات الشيخ، فتم تخييره بين ان هو يرجع دمشق او انه يروح اسكندرية او ان يتم سجنه. فالشيخ اختار السجن، فبعد الحاح من تلاميذه ومن حبايبه وافق على انه يسافر دمشق. ولما خلاص الوفد بتاعه بدا يتجه في طريقه لدمشق، راح له وفد من السلطان رجعوه لمصر وبلغوه ان الدولة رافضة اي خيار غير انه يتحبس. بس بعد فترة قصيرة خرج من السجن ورجع لدروسه، واتجمع الناس عليه عشان ينهاله من علمه. وفي سنة 709 هجرية تم نفيه من القاهرة لإسكندرية، ورب ضرة نافعة، ده كان خير كبير لأهل إسكندرية عشان يطلبوا العلم على أيديه ويتأثروا بمواعظه ويبدأوا يتقبلوا المنهج بتاعه. بس الأمر ما دامش كتير، بعد 7 شهور طلب السلطان قلاوون إن هو يرجع تاني القاهرة، وبالفعل الشيخ يرجع القاهرة ويرجع لدروسه في القاهرة. تم امتحان الشيخ بخصوص الفتوى بتاعته في الطلاق، والطلب منه ان هو يمتنع عن انه يفتي بيها مرة تانية. فالشيخ ما امتنعش لحد ما صدر امر باعتقاله وسجنه في سجن القلعة في دمشق، وده كان بامر من السلطان نفسه، وتم سجنه من 720 هجرية ل721 هجرية. اتسجن حوالي 5 شهور كده وشوية ايام، وابتدى حساده كده يدوروا على حاجة يقدروا يوشوا بيها عليه عند الولاة. اهل الشر ما بيسكتوش وما بيبطلوش وما بيرتاحوش غير لما بيلاقوا اهل العلم واهل الخير في اضيق حال، فزوروا لي فتوى عن زيارة القبور وعن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب نائب السلطان في دمشق للسلطان في مصر كلام يدين شيخ الإسلام ابن تيمية في كده، ونظروا في الفتوى من غير ما يسألوا صاحبها عنها، من غير ما يعرفوا رأيه فيها، فصدر حكم بحقه في شعبان سنة 726 هجرية، والحكم صدر ان هو يتسجن مع اتباعه في سجن القلعة في دمشق. اشتدت المحنة على الشيخ في السجن سنة 728 هجرية، لما تم اخراج الكتب اللي كانت عند الشيخ والاقلام والاوراق، واتمنع انه يقابل الناس، واتمنع من الكتابة، واتمنع من التأليف. وفي يوم الاثنين 20 من ذو القعدة سنة 728 هجرية اتوفى شيخ الإسلام في سجن القلعة اللي كان محبوس فيه في دمشق، وتم السماح للناس ان هم يدخلوا القلعة وان هو يتغسل ويتكفن فيها. اتجمع الناس في القلعة واتجمعوا في الطريق لجامع دمشق، وتم الصلاة عليه في القلعة، وتم وضع جنازته في الجامع، وكان الجنود بيحاولوا يحافظوا عليها من شدة الزحام، وتم الصلاة عليه بعد صلاة الظهر، وتم حمل جنازته واشتد زحام الناس. في الوقت ده الناس أغلقت المحل بتاعتها وأماكن أكل عيشها عشان يحضروا جنازة الشيخ، وما تخلفش عن الجنازة غير عدد قليل جدا من الناس أو اللي ما يقدروش يحضروا بسبب الزحام الشديد. وتم حمل النعش على الرؤوس، شوية يتقدم وشوية يتأخر وشوية يقف عشان الناس تعدي، وخرج الناس من أبواب الجامع كلها من شدة الزحام، وانتهت الأسطورة بتاعت شيخ الإسلام ابن تيمية زي ما بينتهي كل حاجة. انتهى الشيخ بجسده بس ما انتهاش علمه، واتبقى علمه يتدرس والناس تنهل منه لحد عصرنا ده. لحد كده أنا خلصت الفيديو بتاعي، وزي ما بديت أنهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.